منى بوضع ما بتنحسد عليه. كان ضايع مش عارف شو لازم اعمل. ويلا بنت اللي بالحبس، ويلا تخرب بيتها فوق راس جوزها. شو كيف يعني؟ شو رح تعمل؟ ولا ممكن تعرضهم للخطر او تؤذيهم. سوي منى. خايفة على الكل، حتى خايفة على البابا. من الاحد للخميس بعد الاخبار على الـ LBCI والـ LDC.